اناب الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لاحياء الذكرى السنويه لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر. اناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي. للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وفي تقليد عسكري أصيل للوفاء بما قدمه الزعيم الراحل، قام الفريق أول محمد زكي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. كما التقى باسره الزعيم الراحل ونقل لهم تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه مشيرا الى ان ثوره يوليو المجيده التي حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نسير على دربه وان التاريخ المصري يسطر بحروف من نور ما حققته ثوره يوليو المجيده من انجازات واكد ان ذكر الزعيم الراحل عبد الناصر ستظل نموذجا يحتذى به للاجيال القادمه في الكفاح والتضحيه من اجل تحقيق العداله الاجتماعيه وتلبيه طموحات وتطلعات الشعب المصري العظيم حضر المراسم عدد من كبار قاده القوات المسلحه واسره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر